السلام عليكم. شفنا المحاضرة الماضية كيف نرسم مجسمات بأوامر أساسية، راح اليوم نكمل بأوامر أساسية ثانية كيف نحتاجها برسم المجسمات. من هاي الأوامر في عنا أمر مهم اللي هو الـ UCS. UCS هي User Coordinate System. User Coordinate System أوامر بتخليك تغير الـ Coordinate System X Y أي مكان عشان نرسم عليه. وفي أنا دانو في UCS، وفي راح ناخد كيف نعمل فيلت شامفر وكيف نعمل 3D ألاين، وفي أوامر أساسية كثيرة فيش وقت ناخدها، بس دول مع المحاضرة الماضية بكون كافيات إنك ترسم أي رسمة 3D. خلينا نبلش نكمل الرسمة السابقة، نروح الأوتوكاد نعملها أوبن. هاي الرسمة اشتغلناها المرة الماضية، كنا نرسم كل مجسم على جهة، بعدين جمعناهم، بعدين يونيون سبتراكت حتى كون المجسم الجاهز. أول شي خلينا ننظف حواليها. اليوم راح نشوف كيف نرسم بالـ UCS. الـ UCS حكينا الأوامر تحكم لك وين ترسم. UCS موجودة هون، نسميها Coordinates. هون في عندك خيارات للـ UCS، كل هاي الطرق ممكن تحط فيها UCS أو تحط فيها الـ XY. قبل ما نحكي عن الـ UCS كيف تحط الـ XY، خلينا نشوف ليش بدنا نحط يو سي اس، او شو بتشتغل يو سي اس او اكس واي شو بتشتغل. حاليا لو جيت انا الرسمة هيك، رسمت سيركل هيك بالهواء، سيركل رسمت مثلا هون، هاي سنتر بوينت، بعدين بفتح بطلع عن سيركل باتجاه معين. هاي السيركل مش راح اعرف اتحكم باتجاهها، بس خليها شوي نرسم دائرة هون، نجي نرسم دائرة ثانية هون، مثلا انتر دائرة ثانية هون بالامام، سيركل رسمت نفس الاتجاه، دائرة ثالثة هون، انتر سيركل هون. بس هاي ثلاث دوائر انا شايفهم كل واحدة بجهة، بس لو عرفت لو جيت لفيت المحاور عملت اوربت بكتشف شغلة انه كلهم وقعوا ببلين واحد، كل هاي الدوائر وقعت ببلين واحد. البلين هذا شو هو؟ اللي هو الاكس واي بلين. اذا دائما الرسم ديفولت للرسم بيجي بالاكس واي بلين، اي شيء برسمه بيجي بالاكس واي بلين، الا بحالة تدخلت الاو سناب. يعني مثلا رسمت سيركل، هاي الاكس واي بلين راح تجي بالاكس واي بلين، بس لو جيت اخترت هون نقطة او سناب تطلع من دائرة موازي للاكس واي بلين، تطلع هون مرة بنقطة بس موازي للاكس واي بلين. لو عملت اوربت اكتشف هاي الشغلة، هاي الدائرة مش الاكس واي بلين موازي له، انه في عندك او سناب عشان احقق الاو سناب، اجت مرت من نقطة بس موازي للاكس واي بلين. اذا الرسم دائما بيجي بالاكس واي بلين او موازي له. بس عشان ارسم باي مكان ثاني، الكي تبع او المفتاح تبع للرسمة هاي ان اغير الاكس واي بلين لهذا المكان. اذا مثلا ارسم هذا البلين لازم احط اكس واي هون، ارسم على التوب تحط اكس واي على التوب، زي هيك. هذا اللي بيعمله اليو سي اس. اليو سي اس تحط الاكس واي، بتلاحظ حكيت اكس واي ما حكيتش زد، لانه زد تتبع الاكس واي، عملت اكس اي كروس جي بيطلع عندك الكي حسب الرايت هاند رول. إذا خلينا نشوف كيف ممكن أحط إكس واي بلين بطرق مختلفة اللي هي يو سي إس. يو سي إس بروح عليه من هون، أو بروح على تولز، في عندي هون نيو يو سي إس نفس هاي الأوامر، في عندي نيمد يو سي إس. النيمد يو سي إس أنت بتعرف يو سي إس بتسميه باسم معين هون، بتخزنه بصير تروح عليه بالاسم ترجع له على مكان يو سي إس. خلينا نشوف اليو سي إس هذول هون أو هون، ممكن نستعرضهم، نستعرضهم بالأوتوكاد الجديد. في عندي هاي هتحكم اليو سي إس أيكون، تحطه على محل ما بالأوريجن تاعته أو تحطه على زاوية الشاشة. هاي بتعمل يو سي اس روتيت، بتلف اليو سي اس حول المحور من المحاور بأي زاوية بدي إياها، وكل واحد عليها هلب، يعني حط عليها هلب بيعطيك هون اسمها، حط عليها هلب فترة أطول بيعطيك هلب أكثر. هاي بتعطيك يو سي اس فيس، أو في خيارات تانية، في يو سي اس فيس، يو سي اس أوبجكت، في يو سي اس فيو، هاي كلها طرق يو سي اس. في عندي هاي يو سي اس بروبرتيز، كانت هاي يو سي اس الرئيسية، الأمر الرئيسي ممكن تفوت عليه هون على أي واحد من الأوامر الفرعية عن طريق الكوماند لاين. هاي يو سي اس نيمد يو سي اس اللي شفناها من شوي، هاي الوورد يو سي اس ترجع اليو سي اس على الوورد بوزيشن المكان الرئيسي. هاي بريفيس يو سي اس، هاي أوريجن يو سي اس تغير الأوريجن. بريفيس يو سي اس ترجع اليو سي اس السابق، يعني كنت مثلا يو سي اس هون ترجع بعدين صرت هون ترجع للسابق تعمل بريفيس ترجع اليو سي اس السابق. هاي اوريجين يو سي اس بتغير الاوريجين لليو سي اس، يعني تخلي اتجاهات الاكس واي زي ما هي نفس تغير الاوريجين. الاوريجين ما تكون هون تحطها هون، تحطها هون، يعني بحافظ على اتجاهه بس بتغير الاوريجين تاعته. هاي يو سي اس زد اكسس فيكتور، بتعرف يو سي اس عن طريق الزد، يعني بدل ما اعطيه الاكس وين والواي وين بعطيه الزد وين.
هالشغلة صعبة يعني، زد مش دائما موجودة معي. 3 بوينت يو سي اس، هاي بتعرف يو سي اس عن طريق 3 نقاط، تعطيه وين بدك الأوريجن، وين بدك الإكس مار، وين الواي مار. هاي كتير شاملة لكل اليو سي اس التانيات. هاي النيم يو سي اس، إذا عملت يو سي اس سميتها بتكون موجودة هون، أو ممكن تحط يو سي اس على التوب على فرونت على الرايت، مع إنها مش محتاج تروح هون، لأنه لما تروح على التوب دغري تجي يو سي اس على التوب لحالها أوتوماتيكيا. قبل ما نبدأ نشغل هدول أو نجرب هدول اليو سي اس، في إشي اسمه دايناميك يو سي اس. دايناميك يو سي اس هذا لازم يكون طافي، لكن أتأكد إنه طافي، لأنه إذا كان شغال هيك دايناميك يو سي اس راح يصير يعمل ارتباك بين اليو سي اس الحالي واليو سي اس الدايناميك. عشان هيك نطفيه عشان نحكي عن اليو سي اس بعدين لما نيجي وقته نشغله ونحكي عنه. بس مثلا أنا بدي أحط يو سي اس هون، برسم هون مباشرة، خلو في المحاور شوية، نطفي نمحي هاي الدوائر، اختار الشكل، ديليت بالكيبورد، ديليت. انا مثلا درسهم هون، درسهم سكتش، اعمل له اكسترود، اعمل شغلة هون. بدي احط يو سي اس هون عشان تجي رسمته هون، بدي احط يو سي اس هون. خلينا نشوف، في عندي مثلا، في عندي هون، في عندي هون فيس يو سي اس. الفيس يو سي اس بحط لك يو سي اس على فيس. انا هون في عندي فيس، تنفع هاي، ممكن اروح لها فيس يو سي اس، بحكي لي سيلكت فيس اوف سوليد او سيرفس او مش، بختار هاي السوليد بحط هذا الفيس، بختار هون. لو كانت زمان 2008 كنت احط يو سي اس مثلا هون اقرب لهاي الكورنر، بحط لك الفيس اليو سي اس على هاي الكورنر، بجيبه على هاي الكورنر. هون لا، بحط لك اليو سي اس على محل ما كبست، يعني صعب اجيب على الكورنر هون مباشرة. انا بدي بهذا الفيس، بكبس على هذا الفيس، كبس على هذا الفيس، بعطيك هيك هايلايت، بحكي لك في اوبشن، في نيكست يعني نيكست فيس، في اكس فليب، في واي فليب. نيكست فيس يعني الفيس اللي وراها، هون الكبسه في وراها فيس اكثر من فيس. رحت على نيكست هون او حرف ان، صار الفيس اللي وراني هي ان، تاني مره بيجي على الفيس امامي. هسه بتحط اليو اس على الفيس هيك مش كافي، مش تعمل اكس اسكيب، لازم تعمل انتر بعد تخلص. بس في اكس فليب، في واي فليب، اكس فليب بيعمل فليب حول الاكس، يعني 180 درجه حول الاكس، يعني بصير الواي بالاعلى، بتكون الواي بالاعلى بصير تحت. الواي فليب بيعمل فليب حول الواي، يعني الاكس بتكون بالجهه هاي، بتكون بالجهه العكس، بتعكس الاكس، يعني بتعمل اكس فليب بتعكس الواي، بتعمل واي فليب بتعكس الاكس. بس هذول الاكس فليب واي فليب ما بخلوك الاكس تيجي محل الواي، يعني اجت الاكس هيك والواي هيك مش هاي ينفع تغييرها. بس مع انه لو انه اجت الاكس هيك عموديا واي افقيا، مفيش مشكله اشتغل بشكل نسبي، يعني بدل ما اعطي محل الاكس هيك بعطيه الواي والعكس. بس اجت الاس اس هون، اذا بدك اياها هيك تعمل اكسبت انتر، اكسبت، خلاص صار يو سي اس هون، صار الاورجن هون جديدة، صار هيك اكس هيك الواي. اذا رسمت سيركل هتيجي اتجاهها حسب هذا اليو سي اس، طبعا بتيجي واحداثياتها بعطيها من الاورجن هاي. بس هون يو سي اس هيك ما بتفيدش، لانه بتيجي هيك مش معروف مكانها. الفيس يو سي اس احيانا بتكاد 2008 بيجي لحالها الاورجن هون، اقرب كورنر بيجي هون، هون بطل يجي. حتى اجيب الكورنر هاي بروح على اليو سي اس اللي هي الاورجن هاي، اورجن يو سي اس، بس بشغل الامر بحكي له اعطيني نيو اورجن، بدي اورجن جديد مثلا، بدي اياه هون على الزاويه، بكبس على الزاويه، خلص اعمل ترانزيشن اليو سي اس، صارت اورجن هون، ممكن احطه هون 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 ما بدي. هيك بصير ارسم هون. في امر ثاني اليو سي اس، اليو سي اس فيو، بحط لك اليو سي اس بالنسبه للشاشه، هاي يعني بتخرب الشغل. يعني كان رسمه لافه، حط اليو سي اس افقي هيك وعمودي، بصير عندك عدم ارتباط بين اليو سي اس الحالي والشغل الجديد مع الشغل السابق، يفضل ما تستعملهاش. يو سي اس اوبجكت، هاي بتحط على اوبجكت، يعني تحط يو سي اس على 2 دي اوبجكت، تحط اليو سي اس على 2 دي اوبجكت، عندك دائرة تحط يو سي اس على على هاي الدائرة وين ما كانت. في عندي يو سي اس بريفيوس، نرجع للسابق، اوريجن استعملناها، زد اكس مش راح نستعملها لانه في اشي بيغني عنها. في عندي 3 بوينت يو سي اس، 3 بوينت يو سي اس يعني اشمل اشي، يعني اوضح اشي الطريقة بوضع اليو سي اس. 3 بوينت بعطيه انا وين بدي الاورجن، وين بدي الاكس، وين بدي الواي. مثلا بدي ارسم انا على السطح هذا، بحيث تكون الاكس هيك والواي هيك، بروح على 3 بوينت يو سي اس، بحكي لي specify new origin point، بحكي له الاورجن هيها، بس بحكي لي specify point on positive portion of x axis، وين بدك البوزيتيف اكس يمر منين، اي نقطة هاي، حتى اليو سي اس بصير يمشي معي. انا بدي الاكس يمر بهذا الاتجاه، بختار اي نقطة هذا المكان، هاي الميد بوينت بتنفع، هاي الاند بوينت بتنفع، او حتى البولر، بتشغل بولر هيك بتنفع.
هاي بوزيتيف اكس، هاي الاكس هيك هسه بده الواي، هسه بوزيتيف بوينت اون بوزيتيف واي بورشن اوف ذا يو سي اس، بده نقطة مر فيها الواي اي مكان هون، مثلا هاي ميد بوينت او هاي او هاي او البولر هاي مثلا، خلص هاي صار يو سي اس هون. حتى تعرف انت اليو سي اس وين، او صار شغلي هون، يعني الشغل 2 دي كله صار هون، حتى اعرف انه اليو سي اس هون ولا هون ولا هون، بشغل الجريد، الجريد اللي اف 7 هاي بحكي لي انا هون، هاي شغلي كله هون. هسه رسمت سيركل، سيركل اللي زي تيست وين يو سي اس، تيجي هاي هون بالبلين هذا، بدناش اسكيب. هسه طيب يو سي اس 3 بوينت والفيس هاي والاوريجن هذول كثير بحتاج اجهز احط فيهم يو سي اس محل ما بدي. خلينا نرجع هون، خلينا نحط يو سي اس هون، ممكن احكي له يو سي اس بريفيوس، او رد اعطيه 3 بوينت نقطة اوريجن اكس وواي بريفيوس، ارجع يو سي اس السابق هون، ممكن تفحص اف 7 صار يو سي اس هون. بدي ارسم هون رسمة، بدي ارسم دائرة على بعد هيك 30 وهيك 20، دائرة وكمان دائرتين صغار. حتى ارسم هذا المكان بدي ارسم سيركل، بحكي له سيركل سنتر بوينت، هسه سنتر بديها هيك بعيدة 30 وهيك وهيك 20، اذا هيك اكس يعني بمشي من اكس، هاي الاكس الاوريجن هيك 30 وهيك 20، بحكي له السنتر بوينت بحكي له 30 كوما 20، اذا طلع مثلا عندي هيك الاكس سالب بحكي له ناقص 30. خلص دغري راح نقطة بعيدة 30 بالإكس و20 بالواي راح، يعني كأنه كل شاشة، كل تعلمت الأوامر ال 2 دي كلها صارت هون تتطبق على الشاشة هاي، يعني لو على السطح هذا المايل الأوامر كلها راح تيجي هون تتطبق، الكوردينيت الأوفست كل شيء الميرور كل شيء بهذا البلين، يعني كأنه شاشتي صارت هون. إذا أعطيه الراديوس أنا بدي قطر 20 بحكي له نص قطر 10. هاي طريقة إذا الرسمة هيك جاي، يعني بصير تعمل هيك. طريقة تانية اللي أخذناها اللي ترسم بالأوفست بالتأسيس، ممكن أستعملها حتى أجيبها دائرة، أجيب مركزها، نعمل أندو لهون حتى أجيب مركزها، ممكن أحط خط على بعد 30 هيك وخط فوق على بعد 20 حتى أعمل أوفست. ده انتبه لشغلة إنه أمر أوفست أمر 2D، مينفعش أختار الإج هاي لأنها إج 3D، وهو بحكي لي حاليا لو حكيت له أوفست بحكي انا بدي ديستانس من هذا الخط على 20، بحكي له 20 ديستانس. هسه بحكي لي هيك لما احكي له اجعل الادج هاي بحطي لي اشاره ممنوع، يعني مش راح يعمل اوفست للادج هاي لانها اجت 3D. يعني شو الحل؟ الحل اني احط ادج 2D هون، يعني خط 2D على الادج 3D، بروح على لاين بحط من هاي الاوريجن هاي او سناب خط افقي، بدي احط خط 2D هون على خط 3D. ممكن اختاره، بس هي مشكلة لما احط الخط على الادج راح مش راح يختار الخط، راح يختار الادج، عشان هيك بطول الخط زيادة شوي هيك. هذا الخط منفع انه بدل الادج، انتر انتر خط عمودي كمان هون من الاوريجن هاي وعمودي هيك بالبولر. طبعا البولر هاي 90 درجة صارت بالنسبة للشاشة، يعني البولر كمان 0 درجة بالنسبة هاي، بالنسبة للاكس يعني كله الاكس البولر كلها بالنسبة للكوردينيت. ستول خطين ممكن اعمل من الاوفست، بس اوفست اوفست او او انتر 20، حط انتر 20. هسه بحط بعد 20 بحط انتر، بحكي له سيلكت اوبجكت، بختار الخط ومش راح يختاره، باجي هون اختار هاي اعطى 20، بكبس بهاي الجهة. كان مرة انتر انتر اوفست 30 انتر، بختار الخط ومش راح يختاره هون، بختار الطرف الزيادة هذا هاي طلع 30 لهون، بديها بالعكس، باجي هون بكبس هون، عملت اوفست هون، لان شغلي كله صار تحول هون، بدل ما كنت ارسم على شاشة افقية عمودية صرت ارسم على هاي الشاشة. هسه هون بتلاحظ انا برسم لما تستعمل يو سي اس، من الملاحظات انك تستعمل يو سي اس عشان الواحد يطلع نقاش في اخطاء، لازم ترسم هي محاور ثلاثة شايفها، انت شايف ثلاث ابعاد هيك، درسمت انت شايف بعدين راح تطلع مشكلة، راح ترسم خط بمستوى هذا بيطلع عندك مستوى ثاني. بس خلينا نشوف كيف. إذا رسمت وأنت شايف بس بعدين، يعني جيت هون مثلا هذا رايت، جيت عملت هيك رايت على الفيو، عملت رايت، تيجي ترسم هي رسم رايت هيك مثلا، ترسم خط أنت ممكن تفكر خط يجي بالمستوى هذا بيطلع هو بمستوى ثاني. ليش؟ لأن الأوسناب مثلا تختار خط من هاي النقطة لهاي النقطة، الأوسناب ممكن يجي النقطة هاي الأوسناب بدل ما ياخذ النقطة هاي ياخذ اللي وراها أو اللي وراها. خلينا نجرب هاي لاين من هاي النقطة، هاي أوسناب على هاي النقطة، أنا أفكر هاي النقطة اللي على السطح اللي بدي إياه، لا ممكن تطلع سطح ثاني. اخترت هاي النقطة، هاي النقطة لاين، باجي النقطة الثانية نيكست بوينت، بختار مثلا النقطة هاي، أنا ممكن أفكر النقطة هاي هي اللي بدي إياها، بتطلع هي نقطة مش هي. هاي اخترت خط انتر،
هيك المفروض انا رسمت خط من هاي النقطة لهاي النقطة اللي على السطح هذا. لما الف المحاور بكتشف انه ما رسمليش خط محل ما بدي اشوف كيف رسمه. لو شلت الشيدنج الخط هون انرسم من نقطة لنقطة، بس مش يعني بدل ما ياخد الأسناب بدل ما ياخد هاي النقطة أخذ النقطة اللي وراها. يعني بتحكمش انت اي نقطة باخدها بالأسناب. لما تكون انت عامل رسمة 2D هيك مش راح تعرف الأسناب أخذ نقطة هاي أول وراها أول وراها، وهون نفس الإشي. يعني ممكن تزبط معك ممكن صح ممكن لا، بس الخط هذا ملوش معنى. عشان هيك قاعدة ضرورية إنه لما ترسم بال UCS لازم تكون شايف 3 أبعاد. خلينا نمحي هذا الخط لأنه غلط، نرجع الشيدنج conceptual، لازم أكون شايف 3 أبعاد عشان أعرف الخط كيف انرسم. أختار أسناب هاي، هون لما أجي أختار أسناب هاي بختارها نفسها مش راح أختار إشي تاني. لازم أتأكد إن شغلي صح. نرجع شغلنا، هاي رسمت خطين متعامدين. ممكن أرسم سيركل بسهولة يا سي إنتر على الإنترسكشن وسناب شغالة هون، بعدين بعطيه راديوس هي قطرة 20 بكون قطرة 10، أرسم دائرة. بدي أعمل مثلا على بعد 15 في كمان دائرة، هون كمان دائرة أوفست أو إنتر 15 إنتر الخط هذا. هم بختار من هون. هون صار مشكلة، ما بديش اختار الخط ليش؟ لأن اليو سي اس لما لفيت المحاور تغير. منيح النقطة هاي صارت، برجع اليو سي اس هون. يو سي اس يعني بريفيوس او 3 بوينت، 3 بوينت يو سي اس، 3 بوينت يو سي اس هاي الاوريجن او فيس بصير. هاي الاوريجن، هاي البوزيتيف اكس، هاي البوزيتيف واي، هيك بصير يعمل اوفست كل شيء. يعني هون كمان لاحظ منيح ظهرت هاي المشكلة، إذا غيرت يو سي اس مش راح تشتغل على السطح هذا. هسه برجع ممكن اعمل اوفست، اوفست 15 انتر، شو اختار شكل الخط. هون مرات برضاش اختار الخط، تكون دقيقة وتعمل زوم ان اوت حتى يختار الخط. هاي اختاره هيك، هاي الصاد واحدة لهون، انتر انتر الخط هذا، بعدين الصاد هذا. تكون دقيق تختار الخط او تعمل زوم ان اوت عشان يختار لك الشكل. اعمل تون هاي الخطوط هاي، ممكن اعمل سيركل كمان هون. خلينا كده مثلا عندي هون سيركل تي انتر قطرة 15، بختار الانترسكشن قطرة 15 كونس قطرة 7.5، كان واحدة هون انتر ثانية سيركل هون نفس نفس القطر. وبدي اعمل اكستروجن المساحة الداخلية هاي. عشان اعمل اكستروجن هيك حاليا عندي كتير مساحات راح اتغلب. عشان هيك اول شيء اول خطوة بتخلص من السنتر لاينز هذول. السنتر لاينز هذول بمحيهم وبطفيهم عشان ما يصيرش عندي مساحات مجزأة. حتى امحي السنتر لاينز بدي اختارهم، هذا ديليت، تكون شوي صبور عشان اختار الخط هذا بالضبط مر عليه. هاي صار عندي مساحات، بس هون لازم اعمل ترم اشيل هاي الحواجز الداخلية عشان يطلع عندي مساحة واحدة. احتمال كبير ترم ما تشتغلش لما تغير، السبب لانك غيرت يو سي اس. يعني لما بيشتغل اللي بيشتغل باليو سي اس لما اغير يو سي اس احتمال ترم ما تشتغل. هنشوف إذا اشتغلت الترم منيح، ما اشتغلتش في عندنا حل. هاي الترم روح الإج، هاي اشتغلت هيك. الأوتوكاد السابق كله كان مرات ما تشتغل ترم أو ما تشتغل. هيك اشتغلت ترم، بعمل هاي المساحة بعمل اكستروجن، هيك بشتغل سطح هذا. لو ناخد احتمال الأسوأ إن الترم ما اشتغلت، نعمل أندو ما اشتغلت. شو ممكن أسوي؟ أنا بعمل اكستروجن 10 كل المساحة الداخلية. بس هون بدل ما عندي مساحة واحدة ترم بتخليها مساحة واحدة، هون صار عندي مساحات 5 مساحات. ما رضي يعمل ترم فيش مشكلة، بيطلع مساحات على الخمسة، بصير عندي 5 حجوم بعدين بعملها يونيون. أو حتى البريسبول نفس الحال بعملها يونيون. طبعا مش راح أعمل هاي ريجن وباوندري، دغري بدي أعملها بريسبول 10. بروح بريسبول هيها بسحبها واحدة واحدة، ميز هاي بكبس عليها هيك بسحبها 10، بحكي له 10، بمسك المساحة الثانية ميزها بسحبها كمان 10، أو بختار هاي الأسناب هاي لحاله أعمل يونيون لحاله. بعمل شي يونيون، أنا بعمل يونيون يدويا. نفس المساحة هاي بسحبها كمان 10، يا بختار نقطة هيك أو بحكي له 10، لأن هاي المساحة بسحب هاي المسافة، هاي المساحة بسحب هاي المسافة، ممكن أكتب له 10.
التريم ما اشتغلت فيش مشكلة، ممكن أعمل مساحات، بصير عندي حجوم، بعدين أجمع الحجوم، بصير كأنه في بروح الفواصل بنات، بصير كأنه عامل تريم وزيادة. ممكن أشتغل سطح هذا هيك، سطح الثاني والثالث زي هيك. لأن هيك ممكن أشتغل بيو سي إس، لازم يكون حذر من الأو سناب، لازم يكون حذر من التريم. هذول يو سي إس الحالات، مش محتاج نحكي عن كل الحالات، هاي الأشياء العملية محتاجة أكثر. ضل في عندي حالة اليو سي إس اللي روتيت، يو سي إس روتيت حول إكس أو واي أو زد، أنت تحتاجها روتيت. ممكن مثلا يكون عندك الإكس واي هون، إنك تف تجيبها هون تعملها روتيت، بس الروتيت تستعمل أكثر إذا عندك رسمة سطح مايل زي هاي الرسمة مثلا. هاي الرسمة حتى أرسمها، ممكن أرسم البوكس التحتاني، بعدين أحط يو سي إس هون على زاوية 30 درجة، بعدين أصير أرسم عليه، بعدين أعمل إكسترود هيك. كيف أحط يو سي إس على 30 درجة؟ محتاج أعمل روتيت، بحط عمود بعدين بعمله روتيت. خلينا نعمل هون، عم درس مثلا هون زي ما شفنا من شوية. أول شي حتى أحط يو سي إس على الزاوية، لازم أحط يو سي إس باتجاه معين، مثلا أحط أفقي، مثلا ممكن أحط أجي هون يو سي إس 3 بوينت، الأوريجن هون، الإكس هيك، الواي هيك. حاليا يو سي إس أفقي، لو كبست F7 جريد أنا بدي ألف 30 درجة، حتى ألف 30 درجة أعمل روتيت. بس روتيشن، روتيشن سهل، تختار محاور إكس أو واي أو زد، تعطيه الزاوية الصافية فيها، تحدد أي محور وأي زاوية. هون واضح الملفه هيك، المفروض يلف حول الإكس، والزاوية كم حسب رايت هاند رول، بتخلي أصابعك تلف حول المحور الإكس مع اتجاه الدوران، بشوف الإبهام وين بأشر. راح ألف الأصابع، راح أكون لف هيك اتجاه هيك أصابع اتجاههم، الإبهام أشوف اتجاه وين بأشر، الإبهام راح يكون اتجاه الإكس الموجب، إذا أعطيه 30 موجب. إذا كان الإبهام بأشر بالإكس السالب أعطيه 30 سالب. والشغلة كمان إذا خربطت بتبين معك إنه صح أو غلط. بس إذا هون بدي أحول الإكس 30 درجة موجب، بلف هيك حول الإكس باتجاه دوران، تكون مع الإكس الموجب بالإبهام، بروح روتيت حول الإكس، هاي بصير دور حول الإكس. بحكي له كم الزاوية؟ أنا بدي 30، بحكي له 30، هاي صار الاتجاه اللي بدي إياه. وإذا طلع غلط ممكن تعكس الإشارة. هيك صار باليو سي اس هون. هسه اي شيء برسمه بيجي بهذا البلين، دائما الرسم بتبع اليو سي اس البلين. خلينا ندخل جريد اسكيب F7، هسه صار شغلك هون، لو رسمت اي سيركل تيجي بهذا المستوى. خلينا نرسم شغلة اسكيب، نمحي السيركل، برسم هون شكل زي مثلث، هون جهة دائرة، في عندي هون دائرة بعد هيك 30، هيك 30، في دائرة قطرها 20. هي أنا برسم بأسس لها أفق وعمودي، أو برسم بالإحداثيات، هاي الإكس هيك، إكس هيك، الواي هيك. سيركل مركزها بدي إياها بعيد هيك 30، هيك 30، يا بحكي له 30 30، أو ممكن أعمل أوفست للخطوط أسس زي هيك أو أي شيء. ممكن أحكي له سيركل هاي هيك بعيدة 30 بالإكس الموجب، 30 بالواي الموجب، 30.30، هاي سيركل قطرة 20، يكون نص قطرة 10. هاي الدائرة ترسمها بالهواء، أو ممكن أسس، إذا بدي أسس لها تأسيس بصير أندو، ممكن أحط خط أفقي هيك، ممكن أحط خط للميد، أو ممكن أخذ خط من الميد بوينت، ممكن أخذ خط من الميد بوينت لاين من هاي الميد بوينت، بطلع هيك مسافة على البولر، بولر 90 يعني 90 يعني مع الواي، هيك الواي جايب بضل ماشي معها، هيك بولر 90، بحكي له المسافة 30. على نهاية الخط هذا ارسم دائرة انتر سيركل سي انتر على نهاية الخط هذا، وقطرة 20 يكون نص قطرة 10، هاي دائرة. بعدين في عندي خط ثاني لاين، قال له انتر او من تول بار، من هاي النقطة تانجنت، انتر انتر خط من هاي النقطة تانجنت، الشكل انا بدي الشكل هذا، المساحة هاي بدي مساحة زي شكل المثلث، بدي امحي اشياء داخلية، بدي اعمل تريم، هذا الخط ممحيه، ديليت هون تريم، صار عندي هاي المساحة. هذا اعملها اكسترود للسيرفس هيك، بدل ما اعمل ريجن هون لازم عندي خط هون مسكر، اعمل ريجن وارسم الشكل واكسترودجن وجمع وطرح، لا بعملها بريس بول، بريس بول روح المساحة ميزها. هون في مشكلة، المساحة ميزهاش، ميز المساحة اللي وراها،
ذا برنسبل ما ميز المساحة، ميز المساحة اللي تحتيها. الحل إني ألف المحاور عشان تبين المساحة لحالها، فيش تحتيها إشي. أوربت، لف المحاور. الأوربت أمر شفاف، يعني ممكن أدخل على الأوربت وأطلع بعدني بأمر البرنسبل أو الأمر السابق. اسكيب، هي بعدني بالبرنسبل، راح مساحة، بروح مساحة هيك ميزها، بكبس الماوس. بس هون هيك بعمل بول، بعمل حجم اتجاه هذا، هيك حجم اتجاه هذا. هون مش راح اعمل يعني برسبول، لو ضغط بعمل كات بطرح هيك بيجمع، هون مش راح يجمع ولا يطرح، راح اشوف ليش. بس خلينا نرجع هون المسافة. المسافة بدها تكون مسافة لحد اللي هون وصل الشكل. بس المسافة بعرفش كم، بعرفش كم بالأرقام، بخليها واصلة هيك غلط، هيك تكون واصلة للشكل. بس احتمال لما المسافة واصلة تطلع من الجهة التانية زي ما صاير هون. لو طلعت من الجهة التانية خلينا نشوف، راح اشوف كيف نتصرف. بكبس الماوس أي مسافة تكون كافية، يعني هيك طول هذا وأكثر. هيك طلعت هيك مثلا، بكبس الماوس. بس هون صار عندي الحجم طلع من الجهة التانية. قبل ما نعالج المشكلة هاي خلني نجي هون شو صار عندي. هون صار عندي الحجم هذا بعده حجم، طلع من البرسبول اسكيب، الحجم هذا لحال، هذا حجم لحال، مش ضغط، مش طارح ولا جامع. ليش؟ لأن أنا بالأول كنت أما أعمل البرسبول كان يجمع أو يطرح. ليش هو ما جمعش أو طرح؟ ما ليش هو ما جمع ولا طرح؟ لأنه بالأول كنت أنطلق من الشكل نفسه، أطلع هيك بول أو برس. هو ما طرقت من الشكل، طرقت مكان بعيد عن الشكل، بعدين رحت للشكل. يعني هون صار عندي حجمين. إذا عندك حجمين هون ما فيش مشكلة غير إنك تجمعهم مع بعض يصير حجم واحد. بس كيف حجمين؟ لو طلعت هيك عملت الفيو، عملتها اكس راي، شوف هاي حجمين داخلين ببعض، في اشي فاصل بين هذا وهذا، انا بدي حجم واحد، المفروض اعمل يونيون بصير حجم واحد. اذا حجمين هذول مختلفين هون في مشكلة، مرات واحد يعمل هيك شكل صار خلاهم حجمين، تيجي تعمل فلت للإج هاي برضاش اعمل فلت لانه هاي فيش إج هون. الحل انك تعمل هون يونيون. لو عملهم يونيون امر سهل، اخذناه تروح على يونيون هيها، تختار الاحجام، الحجم هذا والحجم هذا، انتر، بصير حجم واحد، هو بطل يصير في فاصل بيناتهم، صار حجم واحد. رجع الفيو كونسبتشوال، صار حجم واحد. اذا هيك السطوح المائلة بدك تمشي المسافة مش راح تعرف كم، ممكن تاخذ مسافة كافية. بس ظل عندي مشكلة طلع من هون، بديش يطلع من هون. برسبول مش راح تنفع، راح يمشي عمودي على السطح هذا، راح يمشي يرد يرجع فيه كبت. الحل نعملها قطع. كيف بدي اقطعها؟ فيش ترم ال 3D، بس ممكن احط حجم واعمل اطرح حجم من الحجم، ممكن احط حجم الحجم هذا واطرحه. كيف احط حجم؟ شغلة سهلة، بحط بوكس، باجي هون على فرونت، رسمت على الفرونت، كنت رسم التوب تروح على التوب، برسم اي ركتانجل باي حجم، اي ركتانجل وين ما كان، او بترسم على نفس المكان بس ممكن يطلع معك اتجاه المكان الغلط. اي حجم هيك ركتانجل بحجم اكبر من الحجم اللي بدي اطرحه. بعد بلف المحاور، هاي الركتانجل بعمله برسبول، بحوله الحجم يعني باي حجم باي بعد برسبول، بمسك المساحة بعملها حجم اي بعد، بعدين بركب الحجم هذا هون بطرحه، حتى ركب هذا هون بعمله موف، موف اختار الحجم هذا، انتر، بيس بوينت، اي نقطة مثلا ميد بوينت بجيب على الميد بوينت او اي شيء، او الكورنر على الكورنر، ممكن امسك هاي الكورنر على هاي الكورنر. صار حجم على الحجم، صار حجمين هيك متداخلين مع بعض. حتى اطرح هذا الحجم، بطرح بعمل الطرح، بحط اشيل التدخل، اسكيب، سبتراكت، بختار وش الشكل اللي بدي اطرح منه، الشكل بدي اضل بالاخير، انا بدي هذا يضل بالاخير، بختاره، انتر، بعدين اختار الشكل اللي بدي اطرحه، بس احط انتر بيناتهم، بدي اطرحه هو هذا اللي بدي يختفي، بختار هذا، بعدين انتر، اللي بيختفي هذا واي شيء من داخل ما بروح معه. هيك كان عملت ترم لل 3D، هيك ما ضلش اي اثر للزيادة هاي. كانك تعمل قطع عن طريق هيك، في امر اسمه سلايس بشوف هيك اريح، استعمل اوامر استعمل حكيت عنها سابقا. اذا هيك بستعمل يو سي اس وانا بدي اي مكان واي زاوية برسم عليها. في عندي امر اسمه الدايناميك يو سي اس، حكينا فيه من البداية، وشغلنا شوف شو بيشتغل. دايناميك يو سي اس بشغله هيك اوتوماتيكيا، بحط لك يو سي اس حاليا بترسم، مثلا ترسم على السطح هذا، شوف اليو سي اس حاليا هون اكس واي، حاليا اليو سي اس هيك عمودي،
درس مع السطح هذا ما احط يو سي اس هون، بس بكون شغل داينامو يو سي اس لحاله بيجي هون. مثلا ارسم دائره بالسنتر هون، بروح على سيركل، بس ما بحط يو سي اس بالمره، سيركل بس احط الماوس على السطح هذا هيك خلاص. لما اميزه يعني راح احط اليو سي اس اوتوماتيكيا هون، عند ارسم دائره على السنتر، باجي على السنتر اشغل السنتر ما طلعتش، باجي على الطرف هيك برجع بتطلع. ممكن اختار شفت ماوس يمين سنتر طلعت، بكبس الماوس خلص رسم دائرة على السنتر، قطرها 10 بحكي لهم راديوس 5، رسم دائرة دغري. إذا بدون ما أحط يو سي اس لحاله بيجي محل ما بدي. دائما يو سي اس أريح، بس لازم واحد عارف يشتغل عليه. إذا مش عارف يشتغل دائما يو سي اس لأنه بلخبط، يفضل تطفيه وتشتغل يو سي اس العادي. بس أنت تطرح على الدائرة الأخير الهول دغري برسبول، بروح الدائرة ميزها، بكبس الماوس هيك بسحبها بصير سوليد، هيك بطرحها طرح، ضل ماشي فيها طرح هيك، لأن طرقت من السوليد نفسه راح يطرحها، بكبس الماوس هيك انطرحت هالشكل. الشكل يو سي اس أداة بحتاج هون برسم 3D، ممكن بدون ما أرسم أستعمل يو سي اس مرة أرسم الأشكال كلها مرة أركبها هون. خنتقل لأمر تاني اللي هو الفلت. فلت كتير بحتاجها، مثلا الحافة هاي حادة هون دخليها فلت، دخليها 5 راديوس 5 دائرية راديوس 5 أو أي مكان. هاي الحافة دخليها 5، أمر فلت نفس أمر فلت 2D، يعني فيش أمر 3D فلت، نفس ال 2D هو بتحول ل 3D، بس بروح على الأمر نفس الشي شامبر، بروح على فلت. الأمر بنعرفه بيحكي لي سيرت فيرست أوبجكت في راديوس كل شي. هون هو متوقع شكل 2D، بيحكي لي شكل الخط الأول والشكل الأول والشكل الثاني. هون عندي 3D، بس هون لحتى أعمل فيلت 3D داخل هاي الحافة الدائرية ما بختار خط أول هون خط ثاني، بختار الحافة نفسها اللي هي المعنية، يعني بختارها هيك خلاص راح أعمل حافة، هاي راح تصير فيلت، بعدين تكون الحافة الشارب راح تصير كلها هيك راوند أقواس. بس بحكي لي انتر فيلت ريديوس، أعطيه ريديوس أنا بدي 5 مثلا، بحكي له 5، بعدين هيك الفيلت 3D هيك ما طلبش يعني خط تاني، خط اول خط تاني، بس دغري اعطيته حافه 3D دغري باخذها بدوش خط تاني، باخذ نفس الحافه. سبب بكمل بحكي لي سيلكت عن ايدج، اذا عندك ايدج تاني يعني عندك هاي الايدج هي لحالها بتحط انتر، اذا عندك ايدج تاني نفس الريدس 5 اختار هون 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 مكان، انا ما عنديش شيء بحط انتر خلاص اعمل فلت لهاي. بس مرات مثلا بدي اعمل فلت للايدج هاي، اروح على فلت مثلا بحكي لي select first object، اخترت الخط الإج هاي هيك، بحكي لي select second object. شو المشكلة هون؟ ما أخدتش استفادة 3D، ليش؟ لأنه في عندي خط 2D هون أخذ الخط بدل ما أخذ الإج. لازم يكون عندك، ما كنتش عندك أي خط 2D على الشكل اللي بتيجي تعمل فلت، يفضل تمحي كل ال 2D. كيف أعمل 2D؟ إن أعمل move لل 3D بعدين أمحي الشيء اللي ضل. كيف أعمل move لل 3D؟ ممكن أختار أمر move من هون، أو أروح على أختار الشكل 3D، يطلع عندي هاي المحاور، بحط الماوس على المحور وحط يطلع عندي اتجاه زي هيك، بكبس الماوس بحرك بهذا الاتجاه او هذا او هذا، بضل كابس الماوس بسحبه هيك، بعدين بكبس الماوس تاني مرة بمحي كل ال 2D. لان ال 2D ممكن تتعارض مع الفلت ال 3D، دائما لازم انظف الرسمة تكون في اي شيء 3D. الفلت سهلة، بختار بدل ما اختار بدي اعمل مثلا فلت هون داخلية هاي الزاوية، بدل ما اختار خط اول خط تاني، بدنا نختار خط أول خط تاني واختار الإج نفسه، بس بروح على فلت بدون ما أعطيه راديوس، بختار الشكل الأول الشكل اللي بدي الإج هي بختارها، بحكي لي راديوس بعطيه 5، بعمل حافة هاي نفسها. إذا عندي حواف تاني مثلا هون هون كلهم بختارهم انتر، ممكن أعمل حافة هون نفس الإشي، هاي الحافة فلت انتر آخر أمر، بختار الإج راديوس 5 انتر واختارها بعملها فلت. ممكن اعمل حواف تانية، ممكن اعمل داخلية هون انتر اخر امر فلت، اعيد بانتر اختار ادج هاي مثلا، بحكي راديوس 5 اختار مثلا اكمل ادج هاي، بعدين الادج الثالثة ممكن حتى اروح للادج الثالثة، ممكن اعمل اوربت بدون ما اخسر الامر، هاي اوربت هيك اسكيب وبعدني بالفلت، اختار الادج الثالثة هون بس خلص انتر، اعمل كل الادجز. ممكن اعمل اجي دائرية اي شيء. احتمال فلت ما رضاش يعمل، بحكي لك فيلير، بحكي لك فيلير يا يعني بتكون مختار كثير اجز بتصعب على الموضوع، او بتختار اشي انفاليد، يعني بصيرش مثلا احكي له هاي الفلت الاج هاي
واحكي له ريدس 100 مثلا، اذا احنا من ريدس للفلت هاي يعملها ريدس 100 راح يصير الشكل كله راح يصير مش منطقي، راح يصير اشي نيجاتيف. تروح على الفلت، اخترت الادج هاي، انتر، ريدس كان 5 بيعملها فلت، اذا رقم غريب برضاش، هاي 5 اعملها فلت. بس عملت سواء صار في اشي يعني صار راح ياكل من الشكل، اذا عملت ريدس اكبر واكثر راح يصير فيلير. عملت اندو، رحت على فلت، اخترت ايدج هاي، حكيت له مثلا 100 برضاش، اسف، تحط انتر ثاني مرة مرضيش، فيلير وايد فلتنج فيلير، لانه مستحيل 100 ريدس راح شكل راح يصير نيجاتيف او راح يصير شي زيرو، عشان هيك مرضيش اعمل فلت. الفلت بتشتغل على الايدج نفسها، و بس شرط تكون رقم منطقي. مرات ممكن اعمل الفلت استعملها انه اصلا ارسم اشكال، مثلا اسطوانة هاي بدل ما ارسمها هيك ممكن ارسمها مربع بعدين اعمل حواف اعملها فلت 4 حواف، هاي قطرها 45 بعمل ادجز 22.5 بيطلع عندي الشكل. او ممكن مثلا هون الافضل تعمل الفري اوربت تحكم فيها اكثر. هون مثلا بدي أعمل نص دائرة زي مثلا متذكر الهومورك الماضي، هاي الشكل هذا، بدل ما أرجع أرسم سيركل هون وأعمل اكستروجن وأعمل الشغل هاي، ممكن أعمل هيك شارب، أرسم هيك شارب اكستروجن هيك شارب، أرسم من الأمام هيك شارب، بعدين باجي الحافة هاي بحكي له فلت، هاي نص قطرها 30 بحكي له فلت 30، هاي فلت 30 بتيجي لحالها. نفس الشي هون بخليها الشارب، أنا برسمها الشارب بعدين بحكي له فلت 16 ترجع الشكل. مثلا هاي المسافة 60، أنا بدخل نص دائرة، ممكن أعمل فلت الإج هاي 30 وهاي 30، بصير عندي نص دائرة. فلت بختار الإج هاي، ريديس هون 30، إنتر، الإج التاني بختارها، حتى أروح الإج التاني بعمل أوربت بوصلها بدون ما أخسر أمر الفلت. هاي بختار الإج التاني، إنتر، إسكيب، بختار الإج التاني. هذا التو ايدجز اللي عندي اعمل فيها 30 30 بصير 60، بصير نص دائرة. انتر هيعملهم صارت نص دائرة بالشكل هذا. يعني دائما بفكر بالفلت ان اشتغل فيها الاسطوانات اريح من اعمل اسطوانات. ممكن اعمل كرة كمان، ممكن حتى ارسم كرة، برسم مكعب بصير اخذ ايدجز تاعته اعملها فلت بصير عندي كرة. ممكن اعمل اسطوانة هاي عملتها، ممكن اعملها مربع هيك اعمل زوايا الاربع تاعتها فلت بصير عندي اسطوانة. الفلت امر خيار جيد ان استعمله ارسم فيه الاسطوانات. خلنا ناخد امر ثالث اساسي اللي هو الالاين. خلنا نحكي عن المشكلة هون. اول شي خلنا نمحي الفلت هاي، حتى امحي اي فيتشر بضل كابس كنترول، برجع فيتشر مر عليه هيك ميزه، بكبس الماوس بمحيه ديليت، محيت الفلت. ممكن امحي اي فيتشر زي كنترول. صرنا نحكي هون في عندي زي رب هون هيك 30 ب20، بدي ارسم رب واركبه هون بدون ما احط يو سي اس، بدي اشتغل بالطريقة السابقة. باجي هون بالغلط مثلا عامل يو سي اس فيو هيك صار يو سي اس اكس واي، برسم شكل مثلث مثلا عبارة عن لاين هيك خط عمودي 20 هيك افقي 30 وكلوز هذا الشكل. بعمل له اكسترود مثلا 10 او برسبل اختاره هيك اطلع فيه 10. بعمل اوربت هذا المثلث المفروض يركب هون هيك، بكتشف انه غلطان رسمه غلط شكل المثلث. يعني ممكن امسحه وارسم واحد جديد، بس هون مرات تكون شكل تعبان عليه، يعني شكل هيك كثير عامل فيه تفاصيل ليش امحي واخسره. هذا المثلث المفروض يركب هون. كيف يركب هون؟ اكون عارف كيف يركب. تركب هاي النقطة الاوريجن، تركب هون الخط هذا ينطبق على الخط هذا والخط هذا على الخط هذا. هون اذا اعمل روتيت وموف بيصير، بس لازم اكون عارف الزوايا. بس انا بعرفش الزوايا هون، مرات كنت راسم بشكل عشوائي هيك مش عارف الزوايا كم راح يلف هون، بده زاويتين حتى، كم يلف بالاكس كم يلف بالواي. الحالة هاي بحتاج اشي اسمه الاين. الاين موجود الامر هون هيو، او اذا مكانش موجود هون بيكون موجود تحت
اي الاين الاين او 3 دي الاين، الاثنين بينفعوا. الالاين بتطابق لك نقطة وخطين، يعني ممكن اطابق النقطة هاي مع النقطة هاي، والخط هذا مع الخط هذا، والخط هذا مع الخط هذا، بدون ما يكون عارف، بدون ما يكون خطوط نفس الطول او الايدجز، ايدجز او خطوط. اذا في ايدج بختار ايدج، فيش عندي ايدج مثلا بحط باسس لخط، اذا دام الالاين مكان ثاني باسس لخط، باسس لخط كذا. الالاين سهل الامر، بروح على 3 دي الاين او الاين بيشتغلوا. 3 دي الاين بحكي سيلكت اوبجكت، بختار الشكل اللي طابقه اختار له هذا، انتر. الالاين راح اعمل له موف وروتيت بطابقه، يعني بحكي لي بيس بوينت، بيس بوينت نقطة عارف وين هي، وين راح تصير، بختار هاي البوينت. أنا بدي أعرف هاي النقطة الكورنر هاي، عارف وين هي الكورنر هاي، بعرف وين هي، راح تيجي جوا هون، إلا إذا كنت مأسس لها راح تيجي هون. اختار هاي، اخترتها. بحكي لي سكند بوينت، سكند بوينت نقطة على الخط الأول اللي طابقه، يعني مختار نقطة هون يعني مقصود فيها الخط هذا، اختار نقطة هون، وين ما تكون هون أو ميد بوينت وين ما يكون. بعدين ثيرد بوينت، نقطة ثالثة على الخط الثاني اللي طابقه، الخط الثاني أي نقطة على الخط اللي طابقه، هتكون النقطة للأوريجن اللي بتعرف لي الخط. نقطة ثالثة خلص، مسك الشكل من النقطة هاي الأوريجن وخطين. بس بحكي لي فيرست ديستنيشن بوينت، الأوريجن وين بدك إياها؟ أرضيها هون، بكبس هون، خلص هينطبق حاليا نقطة على نقطة. لسه بده يضل شغلتين. سكند ديستنيشن بوينت، بس النقطة السورس الثاني الأولاني على الشكل الأولاني، وين بدك مكانها؟ هون. هون مش شرط تكون نقطة على نقطة، يعني أنا بطابق خط، أنا بشكل ضمني بطابق خطوط. الخط الأول عرفت عن طريق نقطة هون، بختار خط ثاني وهون هذا، أي نقطة على الخط الثاني أنا بطابق الخط هذا، أي نقطة هون 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 مكان مثلا هاي، يعني مش شرط تكون نفس البعد النقطة، هاي نطبق خط على الخط. ثيرد ديستنيشن بوينت نفس الإشي، الخط هذا اخترت نقطة عليه عشان أعرفه، بس بختار نقطة على الخط الجديد أطابق معه أي نقطة عليه هون عشان أعرفه هاي مثلا، خلص صار ألاين. بدل ما كان الشكل مش معروف وين موجود ولا زاويته ولا شيء، انطبق في مكان محدد، هيك صار الشكل، صاروا انطبق مكانه. لازم نخليش هيك، لازم اعمله يونيون. حاليا لو كان هيك، حاليا جسمين في فاصل بيناتهم، لما اعمل يونيون بصير جسم واحد. هاي يونيون، صار الشكل هذا الشكل هذا، انتر، صار جسم واحد. 3D Align بتطابق الأشكال 3D مع بعضها، نفس الشيء في 2D Align، نفس الشيء بتشتغل على 3D وكمان بتطابق ال 2D، عندي اشي 2D مع 2D بتعمل له موف روتيت حتى يركب مكانه. الالاين بتطابق على اشي مش عارف، اذا كنت راسمه غلط او عارف مش عارف زاويته، ممكن تطابقه زي هيك. بضل في كتير اوامر 3D، في بال موديفاي سوليد اديتنج، في كتير هاي اوامر تشتغل على سيرز اشياء كتيرة. في اوامر كمان انك تعمل 3D، تعمل سويب، تعمل شيل، تعمل لوفت، هاي كلها ادفانسد، ممكن نشوفها بالشابتر 13 بالكتاب. في ظل الموضوع مهم لكي ترسم مساقط، الشكل هاي رسمته بدل ما انا اتخيل المساقط وين الفرونت والتوب واتخيل واخربط، لا الاوتوكاد ممكن يعطيني مساقط. كيف تعمل مساقط؟ هاي ممكن اشرحها بشابتر تاني، اللي تروح على فيو هون، تعمل بيس فيو، تصير تعمل منه فيوز، ممكن تعمل سيكشنز، تحط دايمنشن، تعمل مساقط، تخلي الأوتوكاد هو يستنتجها بشكل صحيح بدون أخطاء، أريح من أشتغل أنا المساقط. بس بضل هذا كل شيء اليوم، يعطيكم العافية.